اتمنى من حكومتنا الغاليه انه الموظفين اللي بيدومون في الصيف يعطونهم بدل حر. والله العظيم والله لو كنت مسؤول معي موظفين اني بعطيهم كلهم في الصيف بدل حر، كلهم بدل حر بدل حر بدل حر. يا رجل اذا الساعه 12 الظهر شفت شخص في وجهك ما رد عليك السلام خليه، شفته مكشر في وجهك لا تفهمه غلط خليه، شفت حركه منه ما عجبتك خليه 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 خليه، لان درجه الحراره هنا عاده ما يتحملها الا الضب، وهو جالس يكرف ويطلع ويشتغل على نفسه. ما اقول الا الله يعين اللي شغله ميداني واللي جالس لازم يكون برا في هذا الوقت. بدل حر نطالب لهم بدل حر، والله لازم يعطون بدل حر. في مسقط يعطوهم بدل حر، والمفروض في ظفار يعطوهم بدل رطوبه. سمع الويلات من حر